ينضم إلي عبر الهاتف السيد عبد الباسط تيكا الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب. سيد عبد الباسط أرحب بك في هذه النشرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين. نعم سيد عبد الباسط، بداية هل قمتم بإعطاء إحداثيات المستشفيات للبعثة الأممية؟ لا الحقيقة الأمر غير واضح لدى وسائل الإعلام. أنا طبعا بعثت في مسج ذكرته يعني في بوست يعني عندي. نعم. قلت ان الامم المتحده في بيانات في وسائل الاعلام ذكرت انها اعطت احداثيات، هي التي ذكرت انها اعطت احداثيات المستشفيات لعدم قصفها، واستغربت من ذلك. وتداول وسائل الاعلام من اول امس منذ ان قصف مستشفى صبيعه ان كيف الامم المتحده، استغربت ان كيف الامم المتحده قالت ان اعطينا احداثيات وتم قصف. هذا ما ذكرته، رجاء يعني ارجو التوضيح للساده المشاهدين. ما قلتش اني احنا ما نعطوش احداثيات على مستشفياتنا ولا موقعنا، احنا عسكريين. اللي ذكرته قلت ان البعثه المتحده هي اللي ربما يعني ممكن في طريقه صياغتي في البوست ما كانش ممكن واضح وما وضحتهاش، لكن اللي ذكرته ان البعثه المتحده صرحت وعبر وسائل الاعلام، الله اعلم هل التصريح صحيح ولا، لكن وسائل كثيرة ومن ضمنها ذكروا أن في دبلوماسي ليبي ذكر أن البعثة المتحدة قالت أن البعثة أعطت إحداثيات المستشفى ومستغربة كيف قصف المستشفيات. وللعلم طبعا اليوم ليس مستشفى واحد، إنما استهدف المستشفيات الاثنين اللي في وادي الربيع. المستشفى الأول تم إلقاء قنبلتين عليها يعني كانت، ولكن الحمد لله تم التعامل معها بوسائل الدفاع الجوي. طبعا ما تمش إصابة المستشفى لله الحمد دون إصابات، كانت خارج الصور. نعم. أما المستشفى الثاني تم قصفها بقذيفة مما أدت إلى حرق عديد جدا كبير من الآليات، من ضمنها سيارات الإسعاف وسيارات الدكاترة المتطوعين، وإصابة شخص مما أدى إلى فقد عينه في هذه الضربة. هذا نعم. ما طبعا ذكرتني. نعم إذن سيد عبد الباسط، يعني أنت قلت قبل قليل بأنكم لم تقوموا بإعطاء البعثة الأممية لمواقع أو إحداثيات المستشفيات. باعتقادك من نعم. من الذي قام بإعطاء حفتر بإحداثيات المستشفيات؟ قلت لك زي ما موجود في وسائل الإعلام من ضمن حتى جرائد دولية، أن اللي شفت أنا اطلعت عليه من يومين أن البعثة المتحدة مصرحة في أنها صرحت بأن البعثة هي أعطت إحداثيات لحفتر بحيث لا يقصف هذه المقرات. وأنا استغربت لماذا قصف هذه المقرات، هذا ما وجدته في وسائل الإعلام، ليس علي يعني من سمعته شخصية من البعثة يعني أو تواصلت مع البعثة، هذا ما وجدته على وسائل الإعلام، أنا استغربت. نعم. 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 إذن يعني سيد عبد الباسط بصفتك ناطقا لمكافحة الإرهاب، هل من إجراءات ستتخذونها يعني حماية المستشفيات المدنية وعدم تكرار أو قصف المستشفيات مرة أخرى؟ نعم، قمنا بتوزيع وسائل الدفاع الجوي على هذه المقرات، وإن شاء الله بإذن الله لن نسمح لهم بتكرار مثل هذه العمليات، وبإذن الله نقوم باستهداف أي طيران يحوم أو يتجه باتجاه هذه المستشفيات. نعم. وإن شاء الله بإذن الله حنضع التحصينات اللازمة والأمور التي لا نريد البوح عليها من أجل حماية هذه المقرات بإذن الله. نعم، شكرا لك سيد عبد الباسط تيكا ناطق باسم مكافحة الإرهاب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.